اهلا بيكم في اكسلنت تيب فيديو نمبر 9. بعد ما اتكلمنا مع بعض في السيشن اللي فاتت عن معادلتين التريم والكلين في التكست فانكشن، المعادلات النصيه، جاتني اسئله كتير قوي عن المعادلات المركبه او نستد فانكشنز، وان كتير منها بيتلخبط لما بيتعامل مع معادلات مركبه او اكتر من معادله في نفس الخليه. فقبل ما نكمل مع بعض سلسله الفيديوهات الخاصه بالتكست فانكشن، حابب اوريكم 3 تيبس يقدروا يساعدونا بشكل كبير قوي في فهم المعادلات المركبه، وازاي كمان اقدر اعمل واحلل اي نستد فانكشن في شيت الاكسل. فيلا بينا نشوف المثال اللي قدامنا على طول. في المثال اللي عندنا اسم ابراهيم صبري، لاحظ بقى ان كلمه ابراهيم صبري كلها لور كيس، يعني كل الحروف بتاعتها سمول، كمان في سبيسز ما بين كلمه ابراهيم وكلمه صبري، كمان في لاين بريكس. انا محتاج احول السمول ليترز لكابيتال ليتر باستخدام فانكشن الابر، اشيل السبيسز باستخدام الفانكشن تريم، اشيل لاين بريكس باستخدام فانكشن كلين. ازاي بقى اعمل ده كله نستد مع بعض؟ يلا بينا نشوف. اقول ايكوال، اختار معادله الابر، بيقول لي ايه التكست اللي انت محتاج تحطه. مش هحط التكست دلوقتي، ونلاحظ بقى ان اول قوس هنا لونه اسود، احط معادله تريم. نلاحظ هنا ان تاني قوس لونه احمر، فالقوس التاني مش نفس لون القوس الاولاني، في فرق في الالوان. دي اول تب ناخد بالنا منها. تالت معادله احط كلين، ونلاحظ ان اللون التالت مختلف عن الاولاني والتاني اللي هو اللون البنفسجي، فكده كل معادله جديده بتتحط بلون مختلف عن اللي قبلها. دي اول تب ناخد بالنا منها. وبعدين اختار التكست اللي انا هعمل فيه التلات معادلات، اقفل اول براكت الاقيه بيقفل الايه البنفسجي الاول، بعد كده الاحمر، بعد كده الاسود، انتر. حولت كلمة ابراهيم صبري لور كيس لابر كيس، السبيسز اتشالت، اللاين بريكس اتشالت. اول تيب عرفناها الالوان بتاعة الاقواس. طب تاني تيب ايه هي؟ تاني تيب ان انا لو وقفت بالماوس هو القوس الاسود يبتدي يقول لي انا في انهي معادلة او انهي فانكشن اللي هي الابر. اي مكان جوه الاسود هيقول لي المعادلة اللي انا فيها، يعني لو وقفت هنا وقفت هنا وقفت هنا وقفت هنا وقفت هنا يقول لي معادله الابر. انس دخلت في المعادله الاحمر يبتدي يغير الاسم، يقول لي انت جوه تريم، حركت هنا اتحركت هنا هنا انا جوه تريم. ادخل جوه البنفسجي يبقى انا جوه الكلين فانكشن، هنا 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 انا جوه معادله الكلين. تالت تيب ايه هي؟ ان انا لو اتحركت الاروز رايح جاي كده حوالين القوس الاسود يبتدي القوس الاسود الاولاني يتحرك معايا، فاعرف انا فين بالظبط. اشتغلت على القوس الثاني يبتدي التاني يتحرك معايا برضو. جربها بقى بالماوس كده واحنا شغالين، اتحركت حوالين البنفسجي هيتحرك معايا البنفسجي برضو. دول التلاتة تيبس اللي يقدروا يساعدونا في أي نستد فانكشن. أتمنى بقى دلوقتي النستد فانكشنز تكون واضحة بالنسبة لكم، ولحد ما نتقابل تاني أشوفكم على خير. جود باي.